تمام. هنكمل طبعا شرح الترانزستور. الترانزستور هنشرح المره دي الترانزستور في الاكتيف مود. مبدئيا بس احنا كنا طبعا قلنا ان الترانزستور ده سيمي كوندكتور ديفايس، وبيستخدم كامبليفاير وسويتش. والترانزستور له تو مين تايبس، ان بي ان او بي ان بي. لو مسكنا ال NPN وركزنا فيها شوية، هنلاقي إن الترانزستور بيتكون من تو مين جانكشن، تو جانكشنز ان بي وبي ان. الجانكشن الأولانية اسمها الجانكشن ما بين الإميتر والبيز، والجانكشن الثانية ما بين الكوليكتور والبيز. فالترانزستور بيتكون من تو مين جانكشن، هو له تو مين تايبس بس هو بيتكون من تو مين جانكشن. لو مسكت تايب معين وركزت فيها، الاقي ان ال ان بي دي جانكشن وال بي ان دي جانكشن تاني. تمام. في معلومه تانيه عن الترانزستور، وهو ان ال ان بي ان لازم الويتس بتاع كل تيرمينال يكون مختلف عن التاني. طبعا ده بيأثر في الفانكشناليتي بتاع الترانزستور، وبيساعده ان هو يشتغل اكتف بشكل افضل. بالنسبة للويتس بتاع التيرمينالز، الكوليكتور ليه أعلى ويتس، والإميتر ليه الويتس أقل، والبيز له ويتس أقل منهم. بالنسبة للويتس الكوليكتور هو أكبر، الويتس بتاع الكوليكتور أكبر من الويتس بتاع الإميتر، أكبر من الويتس بتاع البيز. طيب هنلاحظ طبعا في الرسمه دي، بالنسبه لو انا ان بي ان، هلاقي ان الدوبنج برضو مختلف. طبعا احنا فاهمين الترانزستور ده عباره عن سيمي كوندكتور ديفايس، عملنا له دوبنج فبقى جزء منه ان وجزء منه بي وجزء منه ان. فالسيمي كوندكتور بيور لما عملت له دوبنج، البرسنتج في الدوبنج كانت كبيره ولا كانت ايه؟ بالنسبه للان كان هو ليه اعلى برسنتج اوف الدوبنج، يعني ليه في عدد الكترونات كتير. وبالنسبه للبي كان النمبر اوف هولز او الدوبنج برسنتج كانت صغيره جدا، وبالنسبه للكوليكتور كان الدوبنج برسنتج كانت متوسطه. تمام. فبالنسبه للدوبنج كان الدوبنج اوف الاميتر كان هو اكبر من الدوبنج اوف كوليكتور، واكبر من الدوبنج بتاع البيز. طيب لما بنيجي نخش في المسائل بتاع الترانزستور، بنلاقي حاجات كتير ظهرت، يعني اي 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 بيز اي سي. فعايزين نعرف، بعرفهم لازم تتعرفهم لوحدك. تمام. فلو انا طبعا اتفقنا طبعا الترانزستور ليه اكتر من سيمبل. لو الترانزستور عملت له برزنتيشن في الدايره على ان هو ان بي ان ووصلته ببطاريتين، الكرنت اللي ماشي في الاميتر اسمه اي اي، والكرنت اللي ماشي في الكوليكتور اسمه اي سي، والكرنت اللي ماشي في البيز اسمه اي بي. طبعا احنا قلنا ان ال ان بي ان هي اياها اميتر بيز كوليكتور، يعني كان بقول اي بي سي. تمام. فالكرنت اللي ماشي في الان اسمه اي اميتر، والكرنت اللي ماشي في البيز ده اسمه اي بيز، والكرنت اللي ماشي في الاي سي في الان او في الكوليكتور اسمه اي سي. طبعا هي دي الدايركشنز بتاع الكرنت لو انا اكتف مود. تمام. البطاريه دي بساعات بنطلق عليها او دايما بنلاقيها في المسائل اسمها في اي اي، ودي اسمها في سي سي. فهي الفي سي سي هي الفولتج سورس المتوصل بالجنكشن دي اللي هي بي ان، او الكوليكتور بيز جنكشن. فالفي سي سي هو الفولتج سورس المتوصل بين الكوليكتور بيز جنكشن، والفي اي اي هي الفولتج سورس المتوصل ما بين الاميتر بيز جنكشن. وطبعا الفي بي اي هو فرق الجهد الموجود ما بين التيرمينال ان وبي، البيز والاميتر. وده الفي سي بي هو الفرق الجهد الموجود ما بين التو تيرمينالز اللي هو السي والبي، اللي هو الكوليكتور والبيز. تمام. يبقى عرفنا الاي اي والاي بي والاي سي والفي سي سي والفي اي اي والفي بي اي والفي سي بي.
تمام. وطبعا اصلا احنا عارفين ال ان بي ان هي الاميتر بيس كوليكتور. الترانزستور ممكن يبقى موجود في الدائره المنظر ده وممكن يبقى موجود في الدائره المنظر ده. فلو موجود في الدائره المنظر ده اعرف الاي بيس منين. الاي بيس طبعا هو متوصل بالبيس، والاي سي هو متوصل بالكوليكتور، والاي هو متوصل بالاميتر. ودي طبعا الاسوء، الكرنت بتاع البيس داخل على البيس، والكرنت بتاع الكوليكتور خارج من الكوليكتور، والكرنت بتاع الاميتر خارج من الاميتر. تمام. وطبعا ده فرق الجهد ما بين البي البيز والاميتر اسمه في بي اي، وفرق الجهد الموجود ما بين البيز والكوليكتور اسمه في سي بي. تمام. دي نوتيشنز المفروض نعرفها عشان خاطر لما يعني كل ما نحل مسائل اكتر او كل ما نشرح اكتر بتقابلنا حاجات كتير، فالمفروض الحاجات دي نعرفها والمفروض نعرفها لوحدنا. تمام. الدايركشنز دي مش ثابته، ثابته بس في الاكتيف مود. تمام. طيب بالنسبه للترانزستور في الاكتيف مود هو بيشتغل امبليفاير ازاي، والكرنت او الكرنت بينشا ازاي. تمام. دلوقتي انا لو ان بي ان، واتفقنا طبعا الان بي ان السايز مختلف والدوبنج مختلف، فلو هو ده الدوبنج وده السايز الجيفن، ووصلت الان بي ان او وصلت الترانزستور ده ببطاريه من يمة الميتر وبطارية من يمة الكوليكتور. طبعا عشان الترانزستور يشتغل اكتف مود لازم البطارية دي تكون متوصلة بحيث تبقى فورورد، يعني السالب متوصل بالسالب. وعشان خاطر يعني تو كونديشنز، يعني حاجتين عشان خاطر الترانزستور يشتغل اكتف، لازم الجنكشن دي توصل فورورد والجنكشن دي توصل ريفرس. عشان الجنكشن دي توصل فورورد لازم اوصل الان بالسالب، وعشان الجنكشن دي توصل تتوصل ريفرس لازم الان دي توصل بالموجب. السالب مع السالب هيبقى فورورد، السالب مع الموجب هيبقى ريفرس. طيب لما بنوصل السالب مع السالب ايه اللي هيحصل؟ الالكترونات اللي موجوده في الاميتر هتبدا تتحرك، وجزء منها هيروح في البيز والباقي كله هيروح على الكوليكتور. تمام. نلاحظ ان الكوليكتور كان فيه كرنت، كان فيه الكترونز، وبعد كده جالها الكترونز من الاميتر، يعني الالكترونات اللي فيها هتبقى كتيره قوي. ده معناه ان الاوتبوت كرنت هيبقى اكبر من الانبوت كرنت. ف وجزء من وجزء من الكرنت اللي موجود في الاميتر هيروح بس بسيط في البيز. تمام. فلو فرضنا ان النمبر اوف الكترونز اللي موجوده هنا كلها وهتتحرك كلها موجوده في الاميتر اسمها ان، فالفا ان او جزء من الان هيروح في الكوليكتور والجزء الثاني هيروح من في البيز. الجزء اللي هيروح عند الكوليكتور لو رمزت له بان هو هيبقى الفا ان، هيبقى طبعا الجزء اللي فاضل في البيز اسمه 1 ماينس الفا ان. تمام. ممكن نعملها بارقام. الان دي لو ب 100 فيبقى انا عندي الفا ان الفا في 100 وهنا 1 ماينس الفا في 100. الالفا دي المفروض ان هي تكون قريبه جدا من الواحد علشان خاطر اخلي جزء كبير من الكوليكتور من الكرنت اللي ماشي في الاميتر يعدي في الكوليكتور. فلو ضربت مثلا الالفا دي طلعت 99 من 100، رقم كبير بس اقل من الواحد. فلو عندي 99 من 100 اتضرب في 100، فيبقى هنا عندي ايه؟ 99 الكترون من اصل 100 هيبقى موجود في الكوليكتور. 1 ماينس الفا 1 ماينس 99 هيديني 1 من 100، 1 من 100 في 100 هيديني 1، يبقى الكترون واحد هيبقى هنا وهنا هيبقى 99. تمام. فجنرالي في الترانزستور لما بيشتغل كاكتيف مود الالفا المفروض تكون رقم اقل من الواحد بس قريب من الواحد، مش اقل من الواحد يعني واحد من 100 او واحد من 1000، اقل من واحد بس قريبه من الواحد. 99 من 100، 95 من 100، 98 من 100، لان الالفا دي هي اللي بتبريزنت البرسنتج اوف كرنت اللي موجود من اللي هيتنقل من الاميتر للكوليكتور. تمام. ولو الكرنت اللي هيبقى في الاميتر هيبقى في الكوليكتور الفا ان، هيبقى الكرنت اللي موجود في البيز 1 ماينس الفا ان. تمام. وطبعا لو عوضنا هنلاقي ان الكرنت اللي ماشي في البيز صغير جدا. تمام.
الكرنت ذات باسس ثرو الاي اميتر ايكوالز تو ان. طبعا الكرنت بيساوي النمبر في الالكترونز اللي هيتحرك. فالكرنت اللي موجود في الاي اميتر بيساوي ان which is the number of electrons في الاميتر. الان هيحصل لها سبليتنج ل 1 ماينس الفا والفا، بحيث ان 1 ماينس الفا هيروح للبيس والفا هيروح على الكوليكتور. طبعا الفا دي مش يعني الفا دي مش 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 رقم، ده برسنتج، مش الفا دي مش 99، دي 99 من 100. فانا بقول ان نسبه من الان هتروح في البيس والنسبه الثانيه هتروح على الكوليكتور. هنلاحظ طبعا ان الان اتقسمت، ده معناه ان الان الان بتساوي الكرنت اللي في الاخر، هيبقى الكرنت اللي موجود في البيس زائد الكرنت اللي موجود في الكوليكتور. والكرنت اللي موجود في البيس عباره عن برسنتج من الاي اي، والكرنت اللي موجود في الكوليكتور عباره عن برسنتج من الاي اي. البرسنتج دي مضروبه في الفا، لكن البرسنتج دي مضروبه في 1 ماينس الفا. فالاي سي بيساوي الفا اي اي، والاي بي اس بيساوي 1 ماينس الفا اي اي. الالفا دي هتيجي في المساله مش عارفه، بس احنا المفروض نبقى فاهمين معناها ان هي لازم تكون رقم اقل من الواحد، وفي رينج 95 من 100 ل 99 من 100. فلو اضطريت ان انت تستعملها وما كانش جيفن، طبعا هتحط رقم من الارقام دي 95 من 100 98 من 100 كده. طبعا في نسبه صغيره جدا من الاي بيس بيعدي يروح على الاي كوليكتور، وبالتالي هيبقى في علاقه ما بين الاي سي، الاي سي هتساوي نسبه من الكرنت اللي موجود في الاي بيس، هيبقى بيتا في اي بيس. فالبيتا دي هي برسنتج اوف كرنت اللي هيكون موجود في الاي بيس وهيعدي يروح على الاي سي، والالفا دي برسنتج اوف كرنت اللي كان موجود في الاي اي وهيعدي يروح عند الاي سي، برسنتج اوف كرنت. فرولز تاني، الاي اي بيساوي الاي سي بلس بي، والاي سي بتساوي الفا اي اي، او الالفا بتساوي الاي سي اي اي. الاي سي بتساوي برسنتج اوف الكرنت، برسنتج اوف الاي اي يعني الفا في اي اي، فالاي سي بيساوي الفا اي اي، او الالفا بتساوي الاي سي على اي، وطبعا البيتا بتساوي الاي سي اي على اي بي، او الاي سي بيساوي الفا اي بي. في بعد ما نعمل ديريفيشن للعلاقه ما بين الالفا والبيتا، مش عارفه الديريفيشن ده عليك ولا لا، بس بعد ما نعمل الديريفيشن او فاينل ريزلت اوف الديريفيشن، الالفا بتساوي بيتا على بيتا بلس 1، والبيتا بتساوي الفا على 1 ماينس الفا. تمام. وطبعا الرول دي هي اصلا مكرره فوق اهي، ان الاي سي بتساوي البيتا اي بي، اي سي بتساوي بيتا اي بي. تاني الهدف كان من الرسمه دي ان احنا نعرف النوتيشنز، يعني ايه الاي بي والاي سي والاي اي اتجاهاتها عامله ازاي، والاتجاهات دي ثابته في الاكتف. الهدف من الرسمه دي ان انا ابقى عارفه ان الترانزستور لو جالي في المساله ممكن يجي لي على هيئه ان بي ان، وممكن يجي لي على هيئه النوتيشن دي. فلو انت فاهم دي قوي، فدي هي يا دي. لو انت فاهم ان ال ان بي ان، او ان الترانزستور عشان يشتغل اكتف لازم ال ان بي ان ده يتوصل بالسالب وده يتوصل بالموجب، فانت شيل ال ان بي ان وحط الترانزستور وهي هي، بس بشرط ان السهم يوصل فين للاميتر. تمام، عشان اعرف ان انا ان بي ان. ده شكل لو جات لي رسمه زي كده على طول بفهم ان حاجتين، اول حاجه ان ده الترانزستور ان بي ان لان السهم رايح للاميتر، وبفهم الحاجه الثانيه ان الرسمه دي كلها ان الترانزستور شغال في الاكتف مود، لان عندي السالب متوصل بالسالب وهنا السالب متوصل بالموجب. تمام. الرسمه دي برضو ممكن تجيلي بالمنظر ده. هو جنرالي الترانزستور مش العادي ان هو يجي ان ايزوليت في الدايره من غير مقاومات، في الفانكشناليتي بتاع الترانزستور بيفضل استخدام المقاومات لان هي بتاثر على قيمه الكرنت اللي خارج. بس لو حصل والترانزستور اتحط لوحده، فالسيركت دي بتساوي السيركت دي بتساوي السيركت دي. الترانزستور الاميتر السهم خارج من الاميتر فده ان بي ان. البيز متوصل ببطاريه، البيز متوصل ببوزيتيف، طبعا البطاريه دي لها بوزيتيف ونيجاتيف، فالبيز متوصل ببوزيتيف والنيجاتيف هو الجراوند. فكأن انا عملت الجزء ده، البيز متوصل ببوزيتيف والاميتر متوصل بالجرام. تمام. فدي الجزء ده.
هنا الكوليكتور متوصل ببوزيتيف، الكوليكتور متوصل ببوزيتيف، ولو كملت لو جبت دي كده عملت بوزيتيف ونيجاتيف هيبقى الاميتر متوصل بجراوند. فالثلاث رسمات دول واحده، ممكن يجي لي دي او دي او دي، تمام. ده طبعا الكونكلوجن بتاع الترانزستور في الثلاثه مودز. كل اللي اتكلمت عليه كان في الاكتيف، بس لو هنتكلم عن الاكتيف والكات اوف والساتوريشن، الترانزستور في الاكتيف مود بيبقى موجود عادي في الدايره، مش بيتشال ولا اوبن سيركت ولا شورت سيركت، وبيكون في علاقه ما بين الاي سي بيساوي بيتا اي بي، تمام. لكن الترانزستور لما بيكون موجود في الدايره بحيث ان هو يشتغل كات اوف، بنلاقي ان الكوليكتور والاميتر بيبقوا كانهم اوبن سيركت، وبالتالي الاي بيس بيساوي الاي سي بيساوي الاي اي. في حاله ان الترانزستور لما يتوصل في الدايره بحيث يكون ساتوريشن، يكون في ساتوريشن مود، بيبقى الاميتر والكوليكتور ما كانهم شورت سيركت مع بعض، وبالتالي في ان الاي سي بيساوي الاي اي من غير اي تاثير، تمام. فتاني الترانزستور توبيك مهم، يعني بنحاول ان احنا نشرح الترانزستور على اجزاء، ونحاول نغطي كل الاجزاء اللي فيها، بحيث ده يساعدنا في الشيت.